Bitter shots from here. نتابع مع حضراتكم الآن مشاهدينا الكرام عبر هاتين النافذتين مشهدين مختلفين. الأول لوصول الرئيس أو لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ قليل بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جلسة موسعة ولقاء موسع صرح فيه الرئيس ترامب عن وصول مرتقب له أو زيارة مرتقبة إلى مصر سيدرجها على جدول أعماله قريبا. وفي النافذة الأخرى نرى وصول الملك سلمان ابن عبد العزيز العاهل السعودي إلى مقر انعقاد الجلسة التشاورية مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي وذلك لاستعداد للقمة الخليجية الأمريكية بعد الجلسة التشاورية بين أعضاء دول قادة مجلس التعاون الخليجي.